دابا مع التوجد ديال المعسلات والحلويات ديال رمضان كنستعملوا بزاف السطوله والبواطات ديال البلاستيك، فإلا شريناهم مازالين جداد وكتكون غالبه فيهم ديك الريحه ديال البلاستيك، فغير تشريوهم مازالين جداد، مسحوهم بالرماد يعني ديال الفخر، مسحوهم بالرماد ديال الفخر وشلوهم مزيان بهذاك الرماد مع الماء، عاد نشفوهم شي منديل وحطوا فيهم الحلويات، ما كتبقاش الريحه نهائيا.